موضوعنا اللي هذا اليوم في الاقتصاد هو العرض والطلب. فأول ما يبدأ بالطلب، ما هو الطلب؟ الطلب هو الكميات من السلعة أو الخدمة التي يستعد الفرد لشرائها بسعر معين وفي ظرف معين وزمن معين. هذا هو تعريف الطلب. لكن يجب علينا أن نكمل التعريف بأن نمزجه مع الحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي الرغبة التي تساور النفس الإنسانية للحصول على شيء ما. واضح الآن؟ هذه الحاجة عندما تقترن بالقدرة على الدفع، أي بالقدرة على الشراء، تصبح طلباً. تصبح شنو؟ طلباً. لذلك عناصر الطلب كما هي موجودة لكم بالكتاب عنصرين. ما هما؟ أولاً عنصر ذاتي ويتحدد بالرغبة، واثنين عنصر موضوعي ويتحدد بمن؟ بالقدرة على الشراء. وهنا يأتي الربط بين الحاجة والطلب. الآن نأخذ نقطة أخرى، قانون الطلب. ما هو قانون الطلب؟ قانون الطلب ينص على ما يلي: مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، أي الذوق والدخل والسلع البديلة وغيرها من العوامل، مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة، فإن الكمية المطلوبة تزداد كلما قل السعر. كلما شنو؟ والعكس صحيح. والعكس شنو؟ صحيح. هذا هو نص جوهر قانون الطلب. الآن قانون الطلب هذا نستطيع أن نعبر عنه بالأمور التالية: أولاً بشكل معادلة رياضية تسمى بدالة بشنو؟ معادلة دالية تسمى بدالة الطلب، وكالآتي: القانون راح نعبر عنه شنو؟ بدالة رياضية، ها، كالآتي: دال ديماند يساوي فانكشن بي. الطلب ديماند فانكشن دالة للسعر بي. هاي معادلة رياضية تعبر عن شنو؟ عن قانون الطلب. الآن هذه المعادلة تبين لنا هنالك علاقة بين متغيرين، بين شنو؟ هما الطلب دا دي دي ديماند وبي السعر. هالعلاقة تكون على شكل عامل مستقل اللي هو السعر، وعامل متغير اللي هو منه الطلب. أي أن الطلب يشكل في هذه المعادلة عامل تابع. عامل شنو؟ تابع أو معتمد. وفي عامل تابع أو متغير، أو متغير متغير أو عامل تابع. وبي شي يمثل عامل أو متغير مستقل، يعني الدي يتبع منه الدي يتبع البي، يعني إذا البي لازم يدي بالبداية التحرك وثم يتبع الدي. واضح؟ هذه لأن قانون الطلب أول شيء نعبر عنها بشكل معادلة رياضية دالية هي كالآتي: دالة الطلب دال الطلب يساوي دالة للسعر. مو؟ أيضا نحن نستطيع أن نعبر عن قانون الطلب بشكل رقمي. بشكل شنو؟ رقمي، يسمى بجدول الطلب. يسمى شنو؟ بجدول الطلب، وكما موجود عندكم السخل هل أوضح لكم إياه. هذا هنا
لا لاحظ الآن عندنا الجدول الطلب كالآتي: السعر بالوحدة النقدية دينار، شو اسمه، الكمية المطلوبة، هذا عبرنا عنه رياضيا، هسه نعبر عنه شنو رقميا. الكمية المطلوبة لما السعر واحد، الكمية شقد؟ 1500 وحدة من السلعة المعنية. السعر صار اثنين، شقد؟ صارت 1000. قلت لمو قلت؟ السعر ثلاثة 750، أربعة 600، خمسة 500. هذه العلاقة الرقمية تسمى بجدول الطلب، أي هو قائمة بقائمة الأسعار مقابل الكميات المطلوبة بهذه الأسعار، شي يسموه جدول الطلب. إذن جدول الطلب يمثل عن العلاقة الرقمية بشكل أرقام بين السعر والكمية المطلوبة، شي يسموه هذه جدول الطلب. تفضل. الآن ها صار اثنين، الواحد قلنا اثنين التعبير عنها رقميا بجدول، نعبر عن القانون بشكل رقمي، التعبير عن القانون بشكل رقمي او بشكل علاقة رقمية، ها تسمى جدول، يسمى بجدول الطلب. واضح؟ اوكي ماشي. هسه لا، ايضا قانون الطلب يمكن ان نعبر عنه بشكل بياني، نعبر عنه شنو؟ بشكل بياني، يسمى بمنحنى الطلب. شو نسميه؟ بمنحنى الطلب. اذا ثلاثه، التعبير عن القانون بشكل شنو؟ رسم بياني، يسمى شو يسمى؟ منحنى الطلب. رسم بياني يسمى شو يسمى؟ منحنى الطلب. الان هذه الارقام، نستطيع ان نرسمها بشكل منحنى بياني، منحنى بياني يسمى منحنى الطلب وكالاتي: نرسم، ناخذ محورين، ناخذ شنو؟ محورين، محور عمودي ومحور افقي. هذا هو المحور العمودي وهذا هو يا محور الافقي. المحور العمودي يمثل السعر، يعني ثابت، مو هو افتراض يعني منطقيا، و نقدر نخلي هنا سعر بس تم الاتفاق عليه من قبل الاقتصاديين ان يكون هذا يمثل السعر ويصعد لفوق. اوكي ماشي. والمحور الافقي شو يمثل؟ الكميه، يمثل الكميه. الان هاي النقطه شو تمثل؟ الصفر، لانها نقطه الاصل. هالارقام راح نجي نصورها ونرسمها في الواقع على هالجدول. نجي ناخذ السعر واحد، مو هنا السعر هذا، هنا السعر يصعد. الارقام تبدي من الصفر ثم تصعد، وهنا تبدي من الصفر ثم تصعد 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 تصعد. لما السعر واحد، هذا واحد، ايش قد الكميه؟ نقول هاي 1500. ماشي 1500. نجي نرسم هذه، وانتقوا هنا، هاي نقطة بالسعر واحد زيادة الكمية 1500. واضح هسه؟ هاي النقطة رسمناها، شلون رسمناها؟ من توصيل هذين المستقيمين. الآن نجي على السعر، ايش قد صار؟ اثنين، ايش قد الكمية صارت؟ وين يصير؟ لهنا ولا لهنا؟ له تمام لهنا. هسه الآن هاي هنا، هاي اثنين
صارت هنا أنا. ثلاثة أربعة خمسة وعلى هالمنوال مجموعة هاي النقاط ويا النقاط هنا تلتقي وياها راح يصير شكلنا منحنى الطلب ونطير الحرف طاء عادة يطلعون الحرف طاء وبالإنجليزي الحرف داء هذا صار عندنا منحنى الطلب في كل هذه التعبيرات الثلاثة تكون العلاقة بينهما شنو عكسية شكون العكسية شنو عكسية الآن منحنى الطلب هذا نسميه منحنى الطلب النازل إلى الأسفل شو نسميه؟ منحنى الطلب النازل إلى الأسفل لماذا سميناه نازل؟ من يقول ليش نازل؟ ليش مو ليش لأنه هيك نزلنا؟ لا مو هذا سميه نازل لأنه كل ما ننزل الرقم يصعد كل ما ننزل شو يصير بالرقم الطلب؟ يصعد يعني عادة شلون نعد؟ حتى أعطيك تحليل منطقي إحنا لما نريد نعد شو نقول عشرة ثمانية عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة ماذا شنو لو نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة صح لو لا فكل ما ننزل الرقم قاعد يزيد لذلك سميناه شنو النازل إلى الأسفل منحنى الطلب النازل بعكس منحنى العرض راح نجي عليه بعدين يعني في دروس لاحقة منحنى العرض صاعد بينما منحنى الطلب إيش بيه نازل هذا من هاي إجت التسمية أنه لما ننزل نقطة يزيد الرقم رقم الطلب ننزل نقطة شو يصير بالرقم يزيد ننزل نقطة شو يصير لذلك سمي بمنحنى الطلب النازل ورا ما أخذنا التصاوير الثلاثة التعبيرات الثلاثة كمعادلة وكرقم وكرسم بياني وكلها تعبر عن علاقة عكسية الآن نريد أن نفسر أو نفهم لماذا توجد علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة شو نريد أن نفهم ليش أكو علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة أول تفسير أول سبب هو أن السعر عندما يرتفع فهذا معناه أن الدخل النقدي للمستهلك قد انخفض أو بتعبير آخر عندما يرتفع السعر فأثره مشابه لأثر الانخفاض في الدخل النقدي للفرد أي للمستهلك شلون؟ أو بالعكس أعيدها قلنا إذا ارتفع السعر فأثره مشابه لنقص في الدخل الحقيقي للفرد صح لو مو صح وبالعكس إذا انخفض سعر السلعة فهذا معناه أنه يماثل أثره لأثر الزيادة في الدخل الحقيقي أعطيك مثال حتى تفهم شنو أنت عندك في دخلك مو 100 دينار دخلك ايش قد نفتر ارقام بسيطه حتى تستوعبها ايش قد الدخل مالك 100 دينار ايش قد الدخل مالك 100 دينار سعر السلعه 100 دينار مو او سعر الكيلو كذا 100 دينار ايش قد تشتري بال 100 يعني كيلو واحد صح ولا لا بال 100 دينار الان السعر مال السلعه صار 50 دينار الكيلو ايش قد صار 50 ايش قد راح تشتري معناه شنو دخلك صار بدخلك الحقيقي زاد لو مو زاد هاي معناته ان هذا العامل يسمى باثر الاحلال موجود عندكم شو يسموه اثر الاحلال واضح ماذا نسميه اثر الدخل نسميه شو نسميه اثر الدخل هذا اول سبب اذا اول سبب شنو اثر الدخل السبب الثاني أثر الإحلال أثر إيش؟ الإحلال شو معناته؟ إن انخفاض السعر إن شنو؟ انخفاض السعر مع بقاء أسعار السلع البديلة كما هو
انخفاض سعر السلعة، عيدها، انخفاض سعر السلعة المعنية انخفض مع بقاء أسعار السلع البديلة ثابت، فهذا يجعل السلعة المعنية أرخص من السلعة الأخرى، صح لو مو صح؟ مو عندك لحم، نفترض الأسعار البديلة، لحم بقر، لحم غنم، لحم غنم، لحم بقر، سمك، دجاج، مو بديلة، واحد بديل على الآخر، لا، لحم الغنم انخفض، صار بي انخفض، ايش راح يجعله؟ راح يجعله أرخص من السمك والدجاج والبقر، صح لو مو صح؟ فإذا راح يتحولون من السمك والدجاج والبقر إلى منو؟ لحم الغنم، زاد لو مو زاد؟ زاد لو مو زاد؟ وبالعكس، وبالعكس إذا ارتفع سعر لحم الغنم، مو احنا قلنا هو اللي حددناه، مع بقاء البقر والسمك والدجاج على ما هو، مو ايش راح يجعل؟ راح يجعل سلع الدجاج والسمك أرخص من الـ من الـ من سعر الغنم، فيتحولون لوين؟ صار الى الاشياء الاخرى، الى السلع الاخرى البديله، وهذا ما يسمى شنو؟ اثر الاحلال. اثر الاحلال ثلاثه، اكو عامل اخر يفسر، مو هو موجود اثنين الان، قلت بعد ثلاثه عامل اخر يفسر اضافه الى الاثنين الموجود عندكم بكتابكم المنهجي، هو ها اي قانون تناقص المنفعه الحديه. قانون شنو؟ تناقص المنفعة الحدية. هذا القانون ينص على أن كلما زادت الكميات المستهلكة من سلعة أو خدمة تقل منفعتها الحدية. شو يصير؟ تقل منفعتها. أعيدها، كلما، هذا قانون مشهور بالاقتصاد، كلما تزداد الكميات المستهلكة من سلعة معينة، تزداد الكميات المستهلكة من سلعة معينة، شو يصير؟ تقل منفعتها الحدية. لذا ولكي نحفز المستهلك على شراء وحدات أكثر، لابد لنا وأن نخفض سعرها بما يتناسب وتناقص منفعتها الحدية. مفهوم واضح؟ أعطيك مثل، ها؟ أعطيك مثل، أنت أكلت التفاحة الأولى، صح ولا لا؟ شكلت التفاحة الأولى كمثل، يعني هالتفاحة الأولى بما أنها أولى منفعتها شو تكون؟ عالية، رغبتك يعني رغبتك بها عالية، وشنو المنفعة؟ شنو المنفعة؟ الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من السلعة، هاي معنات المنفعة. المنفعة شنو معناته؟ الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من تناوله السلعة والخدمة، مو هاي، هذا المعنى المنفعة. بس المنفعة من يقول منفعة ما تتطابق ويا المعنى اللغوي للكلمة، فقد تكون سلعة ضارة، فقد تكون شنو؟ السلعة ضارة. لكن طالما المستهلك يحصل على اللذة أو الإشباع منها، فهي بالنسبة للاقتصاد شنو؟ منفعة. مثال، مثال، يلا مثال، الججاير والكحول، مو تمام؟ الججاير والكحول، هنا المعنى المنفعة ما يتطابق ويا المنفعة في المعنى الاقتصادي. شلون؟ أن الكحول والسجاير بالمعنى الاعتيادي شبيهة ضارة، هذا مش معلوم، مو ضارة مو ضارة؟ ضارة. لكن طالما متعاطي الكحول أو مدخن السجاير يحصل على الإشباع أو اللذة من تعاطيهما، فهي بالنسبة للاقتصاد شنو؟ منفعة. منفعة. صار واضح؟ شوف هاي معنات، إذن ما له علاقة، يعني شيء قد يكون ضار، لكن طالما يحصل المستهلك منه على الإشباع فهي بالنسبة للاقتصاد منفعة. فهذا إذن قانون منفعة اللي قلنا السبب الثالث لتفسير العلاقة العكسية بين السعر والكمية، ها المطلوبة، يقول أن إذا ما أريد
إذا ما نريد أن نحفز المستهلك لشراء كمية أكبر من السلعة يجب علينا أن شو نسوي؟ نخفض سعرها لكي يتلائم مع المنفعة التي تناقصت. التفاحة الأولى عيلكيا، التفاحة الأولى إيش قد مستعد تدفع بيها؟ 10 مثل 10 فلوس 10 دنانير بكيفك مو؟ التفاحة الثانية رأسا من تأكلها إيش قد راح تصير قيمة لك؟ ها؟ أقل من 10. فإذا حتى نحفزك حتى يحفزك أن تشتريها لابد وأن نخفض سعرها إلى أقل من 10 حتى يتلائم مع منفعته الحدية. ها واضح هسه؟ هذا هو التفسير المن ال في فسر العلاقة العكسية بين السعر والكمية. من عنده سؤال عليها؟ من عنده سؤال حتى قبل ما نروح إلى موضوع آخر؟ الآن نجي أكو سؤال؟ نجي على العوامل التي تحدد الطلب، العوامل التي تحدد الطلب. هناك عوامل كثيرة، هناك شنو عوامل كثيرة؟ هاي العوامل يمكن أن نحصرها بما يلي. أول شيء سعر السلعة، شنو هو سعر السلعة؟ وهنا نقسمه، هالسعر نقسمه إلى الشقق إلى الأجزاء التالية. سعر السلعة نفسها، سعر السلعة شنو؟ نفسها. وحشين عن هذا كله، لما يزيد السعر شو يصير بالكمية؟ تقل، والعكس صحيح مو؟ لا 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 لا، بعد بعنا بالسعر، سعر السلع، أسعار السلع البديلة مو؟ أسعار شنو؟ السلع البديلة، يعني شنو؟ لحم بقر، لحم غنم، كذا، هل هسه حكيت الآن ما أقدر أكرره مو؟ صار واضح؟ فإذا مثلا قلنا ارتفع سعر لحم الغنم وذنيته بوقت، ها؟ راح يتحولون لي وين؟ على البديل، رغم أنه كل شيء ما صار بسعرها. هاي معناته، إذا أثر لو مو أثر؟ أيضا سعر آخر هو سعر السلع المكملة. ما هي السلع المكملة؟ هي تلك السلع التي تطلب بشكل مشترك. بشكل شنو؟ مشترك. فالطلب على السيارات يجب أن يكمل بالطلب على البنزين، صح ولا مو صح؟ زين. فإذا لأي سبب من الأسباب ارتفاع الدخل، ارتفاع الذوق، زاد الطلب على السيارات مو؟ زادت الرفاهية، زاد الطلب على السيارات، فهذا معناه زاد الطلب على اليمن على الوقود على البنزين بنفس النسبة. فإذا زادت الطلب على السيارات 20% مو؟ الطلب على الوقود جلس راح يزيد 20%. واضح؟ بينما البديلة لا، بالعكس بالعكس. إذا نقص إذا زاد الطلب على اللحم الغنم 10% الطلب على بقية أنواع اللحوم الجد راح ينقص هم 10%. بهالمعنى يعني هناك الطلب بشكل متناقض، هنا بشكل متوازي، متوازي هنا. صار واضح هسه؟ هذا كله ايضا الاسعار، توقعات الاسعار، توقعات شنو؟ الاسعار. فاذا توقع الناس ان سعر سلعه ما، ان شنو؟ سعر سلعه ما، يتوقع بعد كل شيء ما صار، توقع أن سعر سلعة ما سوف يرتفع، فسيزداد الطلب على هذه السلعة رغم أن سعرها شبيه ما زال باقي كما هو. إذن عامل لو مو عامل، هذا عامل مو تمام، عامل. الآن نجي هذا أول عامل كله الأسعار. العامل الثاني الدخل. هو شنو الدخل؟ وهو عامل مهم يؤثر في حجم الطلب والعلاقة بينهما شبيهة طردية. فعندما يزداد الدخل يزيد الطلب، لأنه راح تزداد القدرة الشرائية وبالتالي يزداد الطلب مو؟ واضح؟ هذا العامل الثاني اللي يؤثر في الدخل في الطلب. شو نسميه؟ من هو؟
عامل الدخل. العامل الثالث الذوق. ما المقصود بالذوق؟ مقصود بالذوق تلك العوامل النفسية والاجتماعية. شنو؟ تلك العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر في توجه المستهلك نحو السلعة أو ضدها. مو بس نحو، أو ضدها. أعيده، هي تلك الذوق معناها شنو؟ مجموعة العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى توجه المستهلك ها نحو السلعة أو شنو؟ أو ضدها. مو شرط يعني، قد تكون السلعة لصالح السلعة وقد تكون شنو؟ ضدها. إذا الذوق لصالح السلعة راح يزيد الطلب، لو يقل راح يزيد. بينما إذا كان الطلب لغير صالح السلعة راح يقل الطلب. هل الذوق يتمثل أكثر شيء في سلع الموضة والطراز، ملابس وهكذا، أثار، واضح هسه؟ هذا معناته. زين، أسألك سؤال، ليش السيارات كل 3 سنوات يغيرون موديل مالها؟ ليش؟ حتى يغيرون ذوق، شوف، حتى يغيرون ذوق المستهلك، حتى يجعلون السيارة القائمة متقادمة. حتى شو يسوون؟ يجعلون السيارة الموجودة حالياً شبيهة؟ لا 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 لا، القائم اللي بعده ما جاء جديد، حتى الموديل القائم شو يصير به؟ عتيق، مثل ما نقول متقادم. يجي الموديل الجديد يخلق ذوق جديد له، صح ولا مو صح؟ يعني هسه يعني تجوز الشركات عندها موديلات مال بعد فد 30 سنه، مال 100 سنه بخليتها، مو صح ولا لا؟ فكل سنه تغير حتى شو تسوي؟ حتى تغير. شو تغير؟ الاذواق، من خلال جعل السيارات القائمة حاليا يعني اللي بعدها المشترات متقادمة. شبيهة؟ يعني قديمة. الذوق يدخل به كل العوامل النفسية والاجتماعية، وهذا من اختصاص من؟ من اختصاص الاجتماعي أو عالم النفس. وهنا لابد أن نؤكد على دور الدعاية والإعلان في شنو؟ تغيير أذواق الناس. أثر من؟ أثر الدعاية والإعلان في شنو؟ تغيير الذوق نحو السرعة. متمعد هذا دور الدعاية. ليش يصرفون ملايين الدولارات على الدعاية والإعلان؟ مو حتى يغيرون الذوق باتجاه ترويج السلعة. هذا هو شنو؟ الذوق. العامل الآخر هو شنو؟ ها؟ لا 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 لا، بعد أنواع، بعد يعني مو بس بالكتاب، أنا أعطيك أيضا مواضيع أخرى، يعني مو بس تقيد بالكتاب. العامل الآخر اللي غير الطلب هو من يقول لي التقدم التكنولوجي. التقدم شنو؟ التكنولوجي. للتقدم التكنولوجي عامل فعال في تغيير الطلب، لأن التغيير التقدم التكنولوجي يخلق سلعا جديدة تزيح السلع القديمة. ها صار واضح؟ لأن التقدم التكنولوجي يخلق سلعة جديدة تزيح شو تزيح؟ السلع القديمة. فخير مثال على ذلك هو شنو هو؟ ايش بيه الموبايل؟ لا لا، هذا مو هذا. انا اقول شنو انت تقول؟ قول انه العربه الحصانيه ها نتيجه التطور التكنولوجي قد ازيحت من قبل العربه الحديثه، صح ولا مو صح؟ هاي تقول او التطور الكهرباء ها تطور شنو قد خلق الإنارة التي أزاحت الفانوس أو الشمعة، صح ولا مو صح؟ وعلى المنوال. هذا التقدم التكنولوجي يوميا يخلق سلعة، كل يوميا عشرات الآلاف من السلع تظهر لتصبح شنو؟ بديلة عن السلع القديمة.
هذا شنو هو التطور التكنولوجي مو يا تطور التكنولوجي. عامل آخر هو السكان مو بالزيادة السكان صح لو لا بس عموما الزيادة زيادة السكان تؤدي إلى تغير الطلب ولا سيما في الدول النامية. ليش قلنا الدول النامية؟ لأنه بيها معدل نمو سكاني مرتفع. معدل شنو؟ نمو سكان الدول الغربية ما بيها معدل نمو سكاني مرتفع. يعني تحافظ على عدد سكان. مثلا بريطانيا من قبل 200 سنة هل قد مليون وهي ما زالت قوره 200 سنه ما زالت الا فد 3 ملايين 4 ملايين مثلا يعني ما عندي بس هذا. بينما مثلا ناخذ مصر العراق في سنه 1900 مثلا كان العراق ايش قد مليون ونص 1000 ايش قد 900 هسه 35 مليون صح ولا لا تمام هسه ايش قد بهالحدود. فيعني الان تدرون في السابق العراق ماذا كان يصدر في 1920 1922 30 إلى آخره؟ كان يصدر كل أنواع الحبوب وكان فيض من الحبوب. كان شكو فيض من الحبوب من الشعير حنطة كان تصدر إلى دول أوروبا لتصبح جزء من المواد الأولية لصناعة الدول الرأسمالية مو تمام؟ الآن هسه لا يكفي الزراعة المحلية يعني الحبوب لا تكفي إلا مثلا 30 40 50% من حاجات السكان. وين كان قبل وين كان هسه؟ سبب شنو؟ زيادة السكان. وأيضا شيء ينطبق على بقية الدول النامية الأخرى أي نفس الحالة. الأرجنتين كان عندها فيض من اللحوم هسه ما تصدر هواي ما تصدر الا كميات قليله. هي صح تصدر بس ما تصدر الا كميات مو مثل قبل كانت عندها فيض وهكذا. هاي معناته زياده السكان. زياده السكانيه منين تجي؟ منين تجي زياده السكانيه؟ من عنصرين. الزياده الطبيعيه وشنو؟ الهجره. الهجره مو الهجره الزياده الطبيعيه منين نطلعها؟ معدل الولادات ناقص معدل الوفيات مو تمام يطلع معدل النمو الطبيعي للسكان. والهجره معروفه الهجره من او الهجره الى ومجموعه يطلع حجم السكان. هذا ايش صار عندنا هسه؟ العامل يا عامل اخر اللي ياثر بمن؟ بالطلب. اللي ياثر بشنو؟ بالطلب. عامل اخر هو الطقس والمناخ. هو شنو؟ الطقس والمناخ. الأثر ففي الصيف يزداد الطلب على اليمن على أجهزة التبريد صح ولا مو صح؟ وفي الشتاء يزداد الطلب على اليمن على التدفئة مو تمام؟ مع أن سعرها ما زاد وإنما السبب اللي غير الطلب هو شنو؟ الطقس. وهناك عوامل أخرى. وهناك شنو؟ عوامل أخرى تستطيع أن تذكرها. كل العوامل اللي شرحناها نستطيع أن نضعها بمعادلة رياضية تسمى بدالة الطلب. شو نسميها؟ دالة وكالآتي مو؟ الآن دال هو شنو دال؟ طلب. دال له function P مو سعة P1 P2 شنو P2؟ سعر البديلة صح ولا لا؟ صح واضح؟ P3 ال شنو؟ المكملة. بعد ما لي بعد شنو؟ تيست الذوق مو؟ بعد شنو؟ واي الدخل انكم صح ولا لا؟ بعد
ها موتي هذين الاصليات وش نعبر عنهن بعدين اكس من العوامل اكس شنو من العوامل بعد طقس قد تكون ايضا الكوارث مثلا مو هذا الاكس تعبر عن اكس ان اكس ان خلينا ان مفتوحه يعني ما ادري ها صار واضح مو الرئيسي هذني مو الدخل واي تيس صح ولا لا السعر مو في تول البديله بي 3 المكمله تي تيست الذوق واي الدخل مو صار واضح خلينا نقاط شنو هاي النقاط الى اخره شو شنو في وقته شنو هو اللي العامل اللي ندخله ان يعني عدد غير لا محدود هاي شو يسموها هاي المعادله معادله داله الطلب هذه العوامل مو جمعت بشكل معادله رياضيه تسمى بداله الطلب ها واضح هسه مو زين الان من عنده سؤال هسه يسالني يلا من عنده سؤال هاي المعادلة شوفوا يعني موجودة باني وضحتها إذا هاي الأف شتمثل أف دالة فانكشن والبي وين شتمثل سعر السلعة نفسها بي تو شتمثل سعر السلعة البديلة بي ثري شي مثل المكملة تي شي مثل ذوق تيست واي شي مثل الدخل وأكس أن من العوامل شنو هو اللي يجي مو بس دني الاهم دني عوامل طارئه موضوع اخر مرونه الطلب قبل هاي الشيء تكلمنا باختصار عن الطلب تعريفه قانونه دخل شوي نكمل هاي شويه قانونه قانون الطلب عن قانون الطلب عبرنا عنه رياضيا ورقميا وبيانيا صح ولا لا ثم تكلمنا عن ماذا عن العوامل التي تفسر العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة وحكينا 1 2 3 4 مو 1 2 3 بعدين تكلمنا عن العوامل التي تؤثر في تغير الطلب او الطلب يعني مو بنقول يعني وقلنا 1 2 3 4 مو هالعوامل رسمناها مو رسمناها بيناها بشكل معادله ها رياضيه تسمى بداله الطلب وهي الطلب هو داله لي وين كذا وكذا 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 هذه المتغيرات اما الان هسه نجي لموضوع اخر فهو مرونة الطلب فهو شنو؟ مرونة الطلب الآن ما المقصود بمرونة؟ كلمة المرونة شنو معنى؟ أوضح لك شنو نقول المرونة هي مفهوم فيزياوي المرونة شنو؟ مفهوم فيزياوي مو؟ هل مفهوم الفيزياوي يطبق على المواد واستخدم أيضا في الاقتصاد فمعنى المرونة بشكل عام هي استجابة الشيء للمادة للضغط المسلط عليها صح ولا لا المرونة معناها شنو استدابة الشيء أو المادة للضغط ها المسلط عليها صح ولا مو صح من هالمصطلح استخدمت مرونة الطلب فما المقصود بمرونة الطلب مرونة الطلب إذا فهمت شنو معنات مرونة هي نفسها شنو المرونة بالمعنى الفيزياوي أو بالمعنى العام استجابة الشيء ها للضغط المسلط عليه هل مفهوم الفيزياوي استخدم ايضا وين في الاقتصاد فاستخدمت مصطلح مرونه الطلب واللي تعريفه والذي تعريفه هو المرونه معناته استجابه الكميات المطلوبه ها استجابه شنو الكميات المطلوبه للتغير في السعر للتغير بمن السعر زيادة أو نقصانا زيادة أو
نقصانا، أي هو درجة استجابة الطلب للتغير في التغير، هو درجة استجابة الطلب للتغير بمن؟ بالسعر، وتساوي دلتا كاف على دلتا سين، أي التغير نأخذه بشكل معادلة الدرس الأخ هذه نأخذها تحضرونها هسه.